تظهر دائما في اللحظات الصعبه. ويحسب ايضا للرجاء بانه صمد خارج ملعبه رغم الطرد رغم ضربه الجزاء صحيحه ليست صحيحه، رغم ذلك الرجاء صمد وانهى المباراه بهذه النتيجه. هذه النتيجه تعد يعني قل في صالح الرجاء، وان كان الاهلي لا يتاقلم الاداء الرجاء. نعم في صالح الرجاء لانه نعم. الاداء اليوم لم يكن الاداء اللي يتمناه النتيجة. جمهور اي محب للرجاء. نتيجه جيده صحيح. نعم نتيجه جيده لانه الفرص ربما اللي ضيعها فريق الاهلي الفرص اللي حققها الرجاء سجل عدد ثقه للرجاء ثقه للاعبين. كما قلت غيابات اول شيء اثرت على اللاعبين، التمركز او اسلوب طريقه اللعب اثر على اللاعبين. شاهدنا حتى ربما العامل البدني تلعب 10 لاعبين تقريبا طيله 45 دقيقه طيله الشوط الثاني ضد فريق كبير ضد فريق منظم ودافع بشكل جيد ولا تستقبل اهداف يحسب كذلك للاداء الجماعي. وهذا اللي تكلمت عنه انه هناك الفوارق، ليس هناك لاعبين مؤثرين اللي كانوا في الرجاء، خروج لاعبين ثلاث لاعبين مهمين، عدم في اصرار وفي ايضا ربما لمسه المدرب رشيد يمكن المستوى التكتيكي هذا هو اللي يعوض الفوارق. احيا الفريق احيانا لما يكون عندك فريق ربما ما عندكش لاعبين مهمين والاساسيين او لاعبين المميزين نعم. تعوض هذه الاشياء بالجانب التكتيكي. الجانب التكتيكي كان مميز انه دافع لم يفعل مشكلته جوه الملعب، مشكلته بره الملعب، الاهلي مشكلته بره الملعب في الاختيارات وموسيماني لما بتحط تحت الضغط داخل والمباراه شغاله بيتصرف غلط. مباريات كتير جدا المباراه بتفلت منه ما بيعرفش يتعامل لان هو عنده لعيبه كويسه كتير بس هو مش عارف يختار اللعيب المناسب في الوقت المناسب. دي مشكلته في مباريات كتير جدا يا يوسف. انما الاهلي فيه قائمه كويسه جدا في هذا المستوى كابتن. نعم؟ انت تعرف في هذا المستوى تلعب دولي ولعب في الاهلي في هذا المستوى عندما تضيع فرص هكذا بالجمله لا نحمل المدرب يعني انت جاءت فرص. انا كلمتك في اللخبطه وفي عدم النظام. انا عجبني في مدرب الرجاء ان هو نظم الفريق بشكل كويس. نعم. بعد التغيير اللي عمله في الشوط الاول. نعم. عدل طريقه اللعب خلى فريقه موجود في الملعب. نعم. رغم ان الفرص الكتير اللي جت واللعيبتنا احنا اللي ضيعتها. نعم. انما في شكل فريق منظم في الملعب. نعم فاهمني. اذا راشد طوسي تغلب على طبعا المدرب الاهلاوي. نستمع الى رشيد وفي المؤتمر الصحفي ماذا قال. هو الذي قال قبل المباراه جينا لنعود بنتيجه ايجابيه.